السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم راح يكون مقطعنا فقرة اسألني الجزء الثاني بالقناة، وراح اجاوبكم على اهم الاسئلة. طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى اذا كنت تشوف مقطع مش مشتركين من القناة اتمنى تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، واتمنى تدعموا المقطع بلايك، وطبعا لا تنسوا تستخدموا كود المتجر YZYZET عندكم في الايتم شوب. ويلا خلونا نبلش مقطعنا. طبعا شباب قبل فترة طويلة سويت فقرة تسألني، كانت اول فقرة تسألني بالقناة ونزلت اجوبة عليها على معظم اسئلتكم، فقررت ان اعمل فقرة تسألني اثنين بالقناة كونه ما في اخبار واشياء مهمة عن فورتنايت. طبعا امس نزلت على المنتدى عندي منشور فقرة تسألني اسأل اي سؤال وبجاوب عليه بالمقطع القادم. طبعا اجاني 446 تعليق فبجاوب على الاسئله اللي بقدر اجاوبها بصراحه، في اسئله راح تكون خاصه مثلا او اسئله غبيه بصراحه ما راح اجاوب عليها، فراح اجاوب على الاسئله اللي بقدر اجاوب عليها. اول تعليق، ليش انت ما تلعب فورتنايت هواي يعني كثير، وليش ما تلفل او تكمل التحديات؟ اخوك حيدر من العراق. ليش انا ما العب فورتنايت هواي يعني ليش ما العب فورتنايت كثير؟ السبب الرئيسي ان انا مليت من اللعبه، خلاص اللعبه طولت صراحه. حاليا انا يعني باللعبه شروحات، وظيفتي اشرح تسريبات اشرح اخبار اشرح تحديات فقط. ليش ما الفل ما العب؟ لانه اللعبه مش مثل اول، احسها خلاص يعني مليت منها وما يجيني نفس اني العبها. مرات افوت كل فتره العب جيم بلاي بس عشان احفظه وانزله مع مقطع من المقاطع، بس هذا السبب. وليش ما اكمل التحديات؟ لانه انا اصلا حسابي كله سكنات، وبصراحه بشتري الباتل باس بس مشانكم، بشتري الباتل باس عشان اقدر اشرح التحديات، لانه لو ما اشتريت الباتل باس التحديات راح تكون عندي مقفله، فبشتري باتل باس بس مشان اشرح التحديات بدون اي مشاكل. السؤال الثاني، انت من اي مدينة ومن شجعك تدخل باليوتيوب، وهل اهلك يدرون عن قناتك؟ انا من الاردن. ومن شجعك تدخل اليوتيوب؟ طبعا ما حد شجعني، عادي كنت اشوف ناس كثير عندهم قنوات يعني بدايتي، فشجعت حالي بحالي اني اسوي قناة، ومع الوقت اشتريت جهاز بلاي ستيشن 4 يعني وبلشت اصور مقاطع عليه، ومرة على مرة الامور الحمد لله تحسنت. وهل اهلك يدرون عن قناتك؟ بصراحة أهلي ما كان يعرفوا شو اليوتيوب كله، يعني ما كان يفهموا فيه، بس عرفوا أهلي عن اليوتيوب وصار يهتموا فيه أكثر عن قناتي لما وصلت 100,000 وجاني درع على اليوتيوب. حكيت لهم شو فكرة القناة وليش عملها، وصاروا يشجعوا فيي إني أستمر فيها. بالأول ما كان يعرفوا، يعني عرفوا لما وصلت 100,000. السؤال الثالث، يزيد ليش ما عملت مقطع خاص بدرع على اليوتيوب لحظة استلامك الدرع؟ بصراحة درع على اليوتيوب لما جاني تقريبا جاني قبل سنة، درع على اليوتيوب جاني تقريبا قبل سنة، واذكر اني سويت مقطع اسوريكم اياه لما جاني، بس اتوقع انه ما جاب تفاعل، اتوقع المقطع اللي عملته ما جاب تفاعل. هسه بوريكم المقطع، بس هذا هو المقطع شباب، هنشوف صورته مره ثانيه. كان عنوانه اخيرا وصلنا درع على اليوتيوب الخرافي، صعبت واحد ضدي، اتوقع الجيم كان صعبت واحد فيه عشان هيك كتبت عنوانه، بس هي منزل مقطع. اتوقع المقطع اول ما وصلنا الدرع بنفس اليوم سويته، تمام صورت يعني وانا بفتح بالدرع. المقطع نزلته ب 23 سبتمبر 2018، يعني تقريبا درع له عندي سنة وثلاث شهور، هاي يعني منزل مقطع عنه لما وصلني. فبالنسبة ليحيى اللي سأل السؤال ليش ما عملت مقطع، انا طلعت عملت مقطع بس اللي ما جاب تفاعله بصراحة عشان هيك ما مبين بالقناة. السؤال اللي بعده، لو تعلق ترك اليوتيوب بمستقبلك هل ستقبل؟ متابعك من العراق. لو صار معي موقف واضطريت اني اترك اليوتيوب عشان مستقبلي عشان دراستي مثلا او عشان شغلي، هل بقبل؟ بصراحة ما بقبل هذا الاشي، راح استمر باليوتيوب حتى يعني بس راح استمر باليوتيوب حتى لو تخرجت من الجامعة واشتغلت بوظيفة، بحاول اوازن بين وظيفتي وبين اليوتيوب، ومرات افكر اني ما اتوظف اصلا اظني على اليوتيوب، ما بعرف حسب وضع قناتي من هون لما اتخرج. وبصراحة فكرة اني اترك اليوتيوب هاي فكرة مستحيلة ما افكر فيها ابدا حتى لو قناتي ماتت بيوم من الايام. كم عمرك ومن وين انت وليش انت عسل زي كل متابعينك؟ اتمنى تقول اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن عمري 23 سنة. ومن وين انت؟ من الاردن. وليش انت عسل زي متابعينك؟ لانك انت حكيتها عسل زي متابعيني. انت من اي سيزون تنزل تحديات تحديث او قصده تحديات؟ فورتنايت بلش فيها من السيزون الثاني وبلش اشرح التحديات اتوقع السيزون الثالث او الرابع. طبعا الأسئلة شباب 400 سؤال، فمجبر اني انزل شوي لتحت على الأسئلة لانه ما اقدر اجاوب 400 سؤال، المقطع رح يصير مدته ساعتين ونص. هدفك في 2020، هل لديك خطة في تنزيل فيديوهات كأمهم قصدوا فيديوهات غير فورتنايت؟ ما افضل انجاز حققته في 2019 وهل كان مخطط له ام لا؟
ب 2020 إلى خطة تنزل فيديوهات غير فورتنايت؟ أكيد، لأنه فورتنايت لعبة ما راح تستمر للأبد. لما ينزل بلاي ستيشن 5 أتوقع الناس تسحب عليها وتبلش تلعب ألعاب جديدة. أنا راح أمشي مع الناس، شو الناس بدهم لعبة أو شو بد الناس في مشاهدة على لعبة معينة راح ألعبها. وما أفضل إنجاز حققته ب 2019، الدرع اليوتيوب وصلني ب 2018، فما بقدر أقول درع اليوتيوب. أفضل إنجاز أتوقع إنه متابعيني زادوا، وصلوا 400 ألف 2019 من نهايتها، يعني من بالنسبة لي أفضل إنجاز لحد الآن وصلت له. في أسئلة كتير متكررة، من وين أنا وأي بلد وكم عمري، فبختصرهم لأني جاوبت على السؤال هذا من شوي. سؤال: كيف كانت بدايتك؟ وهل استطعت النجاح بسرعة؟ وهل ممكن إنك تعتزل فورتنايت؟ طبعا كانت بدايتي زي بداية أي واحد، تعمل قناة وما بتكون عارف أي إشي، شو تنزل، شو تسوي، شو تلعب، شو تعمل. هاي المرحلة اللي مريت فيها بالبداية، كنت أنزل جراند، أنزل مقاطع بلس أشياء حتى إني أطور قناتي. والحمد لله مرة على مرة صرت أفهم باليوتيوب أكثر وأعرف شو المقاطع اللي بتجيب مشاهدة والناس شو بدها إني ألعب، فصرت ألعب زي ما الناس تختار أو زي ما حسب الناس واليوتيوبر بيلعبوا، فصرت ألعب زيهم. وهل استطعت النجاح بسرعة؟ لا طبعا، ما في حد بنجح بسرعة بسهولة على اليوتيوب، لأنه في مليارات قنوات موجودة باليوتيوب، فهذا الموضوع بيعتمد عليك أنت وشطارتك كيف تجذب الناس لقناتك. سؤال حلو: ليش في الماضي ما كنت تنزل فيس كام؟ واعذرني اذا تدخلت في خصوصيتك. لا، ما في اي تدخل في الخصوصية، سؤالك حلو بصراحة. بالاول ما كنت انزل فيس كام لانه ما كان عندي سيت اب، ما كنت مشترك كاميرا، ما كنت مغلب حالي، كان عندي بس لابتوب وبلاي ستيشن، كنت اصور مقطع ومنتجه على اللابتوب وانزله. ليش ما كنت انزل فيس كام برضو كمان؟ لانه ما كنت فاضي، لان كان عندي جامعة، وانا حاليا بعدني بالجامعة، كان وضع البيت ما يسمح اني اصور مقاطع فيس كام، ما كنت عامل غرفه سيت اب مثل الغرفه اللي انا حاليا فيها لحالي. فبعد فتره طورت حالي، جبت سيت اب، سويت سيت اب كامل يعني، وغرفه لحالي. اهم شيء الغرفه، يعني لما تكون انت لحالك بغرفه تعرف تسجل، تعرف تسوي مقاطع مع احد يزعجك، مو مثل لما تكون ببيتك وبيتك ما شاء الله يعني يكون ناس كثير بالبيت عندك وتروح وتيجي وصوت، فما ينفع هذا الحكي. عشان هيك ما كنت بالاول انزل فيس كام. ليش ما تغير اسم قناتك؟ صراحه اسم قناتي انا سويته من زمان وحاب الاسم هذا، وما في اي سبب ليش سميته يزيد اي تي. الاسم يعني حبيت اسمي هذا الاسم على طول، يعني كنت افكر شو اسمي القناه اول ما عملتها، طلع معي هذا الاسم وقناتي كبرت على هذا الاسم، فصعب اني اغير اسم قناتي فجاه، فحب الاسم انه يضل وما يتغير حتى لو وصلت قناتي ملايين مشتركين. ايش طموحك لما توصل مليون مشترك؟ طموحي لما اوصل مليون مشترك اني اسي انزل مقاطع منوعه، يعني انزل اي مقطع حاب انزله مش شرط جيم، وتجيني مشاهدات عليه حتى هيك احس انه قناتي منوعه بشكل كبير، شو ما نزلت عادي اجيب مشاهده. اذا انت من الاردن ليش تحكي سعودي؟ يعني مو عاجبيتك لهجتك؟ انا اردني وطبعا بحكي اردني، بس في بعض الكلمات بحكيها سعودي، بعض الكلمات ليش بحكيها سعودي؟ السبب الرئيسي مش اني بتصنع، لا، السبب الرئيسي في بعض المصطلحات بالاردن، في بعض المصطلحات اردنيه لو حكيتها ممكن الناس ما تفهمها. وليش بحكيها بالسعودي؟ ليش ما احكيها مثلا بلهجه ثانيه؟ ليش ما احكيها بلهجه ثانيه؟ مصري، ومصري، كويتي، عراقي، ليش لازم سعودي؟ لانه انا قناتي في خيار ببيني معظم مشتركيني من وين، معظم مشتركين قناتي من السعوديه، اول نسبه لي 66% من السعوديه، بعدين كويت اتوقع او عراق، رابع نسبه الاردن. فانا ما اتصنع ان انا حاب اتصنع، لا، انا بحاول دائما شرحي يكون واضح، ففي بعض الكلمات بفضل احكيها باللهجه السعوديه حتى انه الكل يفهم، انه اغلب من المشتركين عندي من السعوديه، بس هذا السبب الرئيسي، مش انه لهجتي مش عاجبتني، لا، انا بحكي اردني عادي بالطبيعه مع كل الناس بحكي اردني، بس على يوتيوب في بعض الكلمات بضطر احكيها بالسعودي. وكل الاحترام لكل الدول العربيه. مين شجعك تدخل يوتيوب؟ اخوك محمد من سوريا. صراحه ما احد شجعني، يعني ما اذكر انه احد قال لي سوي يوتيوب، انا لحالي سويت قناه وما كنت اتوقع اصلا ان اوصل للشيء الواصل حاليا. كنت بالبدايه اعملها عشان اعلق للناس، بعدين جبت جهاز سوني وبلش اصور مره على مره، صرت احس القناه تتطور فاستمريت، والحمد لله رب العالمين على الشيء اللي وصلت له حاليا. السؤال اللي بعده: انت متزوج او لا؟ ومتى تتخرج؟ متابعك من ليبيا. انا لسه مش متزوج طبعا، ومتى التخرج؟ ان شاء الله تخرجي راح يكون الفصل القادم، يعني بترك الجامعه بشهر 7 القادم على طول، بكون حفله تخرجي بالجامعه وخلص بترك الجامعه نهائيا، وبتفضل اليوتيوب بشكل احسن. سؤال بعده: اعطينا طريقة النتفليكس امانة اللي معي لايك عشان يشوفها يزيد. طبعا طريقة النتفليكس محظورة بشكل خرافي على اليوتيوب او شكل كبير. اذكر ان نزلت مقطع قبل شهرين وعلى طول شركة اليوتيوب اعطتني مخالفة، مش حذفته، اعطتني مخالفة على القناة،
فهذا الفيديو او طريقة نتفليكس القنوات الكبيرة اذا بتنزل هاي الطريقة ممكن تأثر على قناتها، بس لو قناة صغيرة نزلتها عادي. المقطع موجود عندي بصراحة بس ما بعرف شو اسوي فيه وانا انزله، بس مستحيل انزله على اليوتيوب حتى اني ما اتعرض لمخالفات وبطل اقدر انزل مقاطع مثل اول. طبعا الاشي الوحيد يا شباب اللي بحبهم متابعيني، مش الاشي الوحيد، من اكثر الاشياء اللي بحبهم متابعيني دائما تعليقاتهم ايجابية. يعني والله يعني شفت كل الاسئلة، ما جاني اي سؤال مسخرة او جاني سؤال مسبة او واحد كتب تعليق سلبي. هذا اشي يعني احترمه جدا فيكم، انه دائما حتى بس انزل مقطع تيجي تعليقات جدا ايجابية بشكل كبير، نادر ما اشوف تعليق سلبي. فربي يسعدكم بس على التعليقات اللي بتكتبوا لي اياها، دائما اغلبها ايجابية، وحتى الاسئلة كمان هون اغلبها ايجابية. اذا في واحد فيكم ما يعرف شو يعني ايجابية، يعني اسئلة كويس، يعني اسئلة محترمة باحترام. يعني السؤال اللي بعده كويس، سؤال حلو، وش تستفيد من اليوتيوب؟ وهل انتاج المقطع، قصده تمنتج مقطع يعني، ياخذ عليك، هو ياخذ عليك تعب؟ من افضل واحد تتابعه، السؤال بعديه، من افضل واحد تتابعه في اليوتيوب؟ حاط خمس اسئله بسؤال واحد. هو وش تستفيد من اليوتيوب؟ اكيد استفيد منه دخل مادي يعني زي اي يوتيوبر ثاني. وهل انتاج مقطع ياخذ عليك تعب؟ اكيد يعني في مقاطع مثلا، اكثر مقاطع تتعبني بالمونتاج اللي هي مقاطع التحديات، لانه تاخذ مني وقت تصوير ووقت شرح ووقت مونتاج. فبصراحه يعني اي مقطع بدي اسوي له شرح لتحديات اسبوع مثلا باخذ مني ساعات من بداية التصوير لنهاية المقطع لما يرفع على اليوتيوب، اتوقع 5 إلى 4 ساعات تقريبا، 4 إلى 5 ساعات باخذ مني بس وقت حتى اني اسوي مقطع ويكون نازل على اليوتيوب. ومن افضل واحد تتابعه في اليوتيوب اتوقع مندريتا وباريتيوب وسبوكي، هذول الاشخاص يعني مميزين بالنسبة لي. هل ممكن تحط طريقة ربط حساب الابك بحساب سوني اخر لو سمحت؟ بصراحة المشكلة مش عندي، المشكلة بنفس لعبة، بنفس فورتنايت او نفس ايبك جيم، ممنوع تربط حساب سوني غير الحساب اللي كان مربوط فيه. يعني انت لما تسوي حساب ايبك جيم كاول مرة بتربطه بحساب سوني بالربط، بس لو جيت تفك الربط من حساب السوني وفكيته، اذا جيت تحط حساب سوني ثاني يقول لك ممنوع تربط الا حسابك الاساسي اللي ربطته فيه اول مرة. فهذا موضوع بصراحة ما اقدر اساعدكم فيه. زمان كنا نقدر نربط اكثر من حساب بنفس الايبك، بس حاليا ما بتقدر الا تربط نفس الحساب حتى لو فكيته، بخلوه بيجبروك انك تربطه نفسه. سؤال اخير، متى بتتزوج او بتتجوز؟ نفس الاشي، ومن وين؟ طبعا جاوبت 1000 مرة من وين، انا من الاردن. متى بتتجوز؟ بصراحة ما بعرف ومش مفكر بالاشياء حاليا. هدفي حاليا بس ان اطور قناتي اكثر واكثر، لانه هي عبارة عن وظيفتي الحالية. فبالنسبة للموضوع متى بتتجوز او متى بتتزوج، هذا الاشي بصراحة بخليه لقدام افكر فيه، حاليا مو مفكر بهاي الاشياء. وبس شباب، هيك كون جاوبت على اهم الاسئلة اللي بقدر اجاوب عليها. بعتذر عن كل واحد كتب سؤال وما جاوبته عليه، ممكن يكون سؤالك مكرر او ممكن سؤالك يكون كثير جاوبت على نفس فكرته، فما بقدر اجاوب على كل الاسئلة لانه كمية كبيرة وصلتني، 400 تعليق تقريبا، باخذوا مني وقت طويل بالمقطع. فان شاء الله قريبا راح نعمل سلسلة ثالثة او جزء ثالث من فقرة اسألني، راح تكون بعد 2 أو 3 شهور، يعني كل 3 شهور كل 4 شهور بنسوي فقرة اسألني وبنزلها بالقناة. فبس شباب، يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، فأتمنى من كل شخص فيكم انه ينشروا المقطع بكل مكان، واتمنى اذا كنت تشوفوا المقطع ولسه مش مشتركين بالقناة اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. وبس شباب، ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.